رسالة إلى مجلس الأمن ينددون فيها بالصمت الدولي مما سموها جرائم صالح. تأتي هذه التظاهرة قبل يوم واحد من جلسة مجلس الأمن لمناقشة الشأن اليمني. ومن المفترض أن يوقع اليوم نائب الرئيس عبد ربه هادي منصور على المبادرة وفقا للتفويض الرئاسي. في هذه الأثناء شهدت مدينة تعز الليلة الماضية قصفا عنيفا شنته القوات الموالية لرئيس صالح على أحياء سكنية. جرة الثورة وعاصمة الثقافة اليمنية كما تعرف محافظة تعز. ثوار المدينة يصرون على السمية، فتقصف أحياء سكنية بالمدفعيات الثقيلة بشكل شبه يومي ويسقط جرحى. تحوز ابنة تعز على جائزة نوبل للسلام، فيهاجم من يسمون البلاطجة نظيراتها في مسيرتهن الاحتفالية، وتصاب أكثر من 40 ثائرة. استمرار العنف في تعز يأتي بعد خطاب الرئيس علي صالح الذي وصفته أحزاب المعارضة بالمراوغ، ويقرأه مراقبون بإعلان حرب. فالخطاب حمل الوعد بالتنحي لكن خارج نطاق الزمان وبعيدا عن المبادرة الخليجية. أنا أرفض السلطة وسأرفضها في الأيام القادمة وسأتخلى عنها، ولكن هناك رجال من يمسكون السلطة عليه، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين. علي عباش الكذاب. بالوفاء بالعهد مع الله يصف الرئيس صالح الحفاظ على حكمه، لتظهر ورقة الدين مرة أخرى قبيل جلسة مجلس الأمن المتعلقة باليمن، وقد ظهرت قبلها بفتوى تحرم الخروج على الحاكم، وكان صالح طلبها من جمعية علماء اليمن بعد تزايد الخطابات الدولية الداعية إلى توقيعه المبادرة الخليجية. اللجوء إلى ورقة الدين مع كل تحرك دولي جاد، يقول مراقبون إنه يثبت للعالم عزم صالح البقاء في الحكم ما شاء له، إذ إنه صاحب الحق الديني والدستوري كما يعتقد. ويضيف البعض أن مقصد صالح بتداول السلطة سلميا إنما هو في إطار الأسرة والأتباع. يا علماء الدفع المثبت، يا علماء الدفع المثبت، علم الثوار بايت حقك. يتعهد ثوار اليمن في 17 محافظة على استرداد ما يصفونها بالسلطة المسروقة، وتتنوع الأثمان التي يقولون إنهم يدفعونها في إطار ما يسمى بسياسة العقاب الجماعي. قطع الكهرباء وأزمة المشتقات النفطية يتواصلان، غلاء الأسعار يدخل كثيرين مرحلة الجوع، ويحذر مؤخرا مدير عام الهيئة العليا للأدوية من نفاد مخزون الأدوية في اليمن خلال الشهرين القادمين. ومع تفاقم الوضع الإنساني ترفع أمواج البحر الأحمر في الحديدة مناشدة الثوار إلى العالم، وتنقش على سواحلها رسالة الشعب اليمني إلى الضمير الإنساني بعد أن مرت على جبال تعز وأودية إب وساحة صنعاء، تحمل تواقيع ما يرغب في جعلها أطول عريضة نداء للإنسانية بلونيها الأحمر الرامز للدم والأزرق للسلمية. وبذكر السلمية يجتمع مجلس الأمن يوم الثلاثاء لمناقشة الشأن اليمني، ويترقب الثوار إن كان قرار المجلس المعني بحفظ الأمن والسلم الدوليين سيحمي سلميتهم وينتصر لمطالبهم وفقا لإرادة الشعب لا حسابات الساسة. لينا من صنعاء.